ايه ولا لو قلت لك ان في بلد المرتبات فيها ما زادتش من سنة 1990، يعني حوالي من حاجة و30 سنة، وبرضه بلد ما بين كل ثلاثة فيها واحد بيشتغل في مجال تاني غير المجال بتاعه، وبرضه نفس البلد ديت 8% منها قرروا، او 8% من اهلها قرروا ان هم يسافروا براها ويدوروا على شغل. لو انت فاكرني مثلا اني هقول لك ان البلد ديت من العالم الثالث، احب ابهرك واقول لك اني بتكلم عن ايطاليا. للي بيتابعني عارف كويس ان انا ما بتكلمش غير عن ايطاليا. بص يا سيدي، انا اسمي ايمن، والقناه بتاعتي اسمها ايمانو فلوج. في القناه بتاعتي دي بتكلم عن كل حاجه في ايطاليا، بالاخص الجانب السياحي لان دوت الجانب بتاع شغلي، تمام؟ بس برضو بكلمك عن كل التفاصيل بتاعت ايطاليا الداخليه، يعني بكلمك كمغترب. فلو انت مهتم بايطاليا ومهتم تعرف عنها كل حاجه، اذا كانت من الجانب السياحي او اذا كان من جانب السفر والمعيشه هنا، ما تنساش تتابع القناه، تفعل الجرس لو انت بتتفرج على اليوتيوب، او تتابعني على الفيسبوك، انا بنزل الفيديوهات بتاعتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. ولو انت بتحب الصور السياحه عموما، هتلاقي كل الصور بتاعتي وكل الستوريز بتاعتي عن كل الاماكن اللي انا بتحرك فيها في ايطاليا بحالها بتنزل على انستجرام. انا قلت زي العاده كده اطلع بره اقعد شويه، اخد شويه شمس، تمام؟ وخصوصا النهارده اجازه وبتاع، والنهارده كان العيد، فانا قعدت صورت لكم حتى الفيديو ده في العيد عشان تعرفوا انا بحبكم قد ايه. خليني قبل ما ابدا واكلمك عن التفاصيل اقول لك برضو ان لازم تحط في الحسبان ان ايطاليا ثالث اقوى اقتصاد في اوروبا بعد المانيا وفرنسا، واللي بيحدد الموضوع دوت البيل، او بيسموه بالعربي الناتج القومي. وفي نفس الوقت هي ثاني اقوى دوله منتجه موجوده في اوروبا، يعني لازم تتخيل الموضوع دوت، لان مثلا عندها العربيات الفيات، الفا روميو، لانشا، فيراري، لامبورجيني، الكلام ده كله. وفي نفس الوقت عندها براندات الموضه، تمام؟ جوتشي، برادا، فيراجامو، وعد بقى حاجات من دي كتير. وفي نفس الوقت عندها الاكل والشرب، عندها الموتزاريلا، عندها البارميجانو ريجانو، وعندها المكرونه. فهي تاني اكبر بلد مصنعه، مع ده كله فيها العيوب اللي انا قلتها لك في الاول، اوكي؟ وناس كتير جدا من اهلها دايما بيفكروا يهربوا منها. زي ما انا قلت في الاول، 8% من اهلها يعتبروا من المهاجرين، وبيفكروا يطلعوا يعيشوا بره ويشتغلوا بره. وشاب من كل ثلاثة زي ما انا قلت لكم في الاول بيشتغل شغلانة غير الشغلانة اللي هو متخرج منها، اوكي؟ فالموضوع دوت عامل صعوبة جدا في ايطاليا، بلس الموضوع اللي انا قلتها لكم اللي هو اساس الفيديو، ان المرتبات ما عليتش من سنة 1990، يعني بقى لها 30 سنة على كده. تعال اقول لك حاجة كده في السريع، ايطاليا يمكن واحدة من الدول البسيطة اللي موجودة في اوروبا كلها ان ما عندهاش لحد وقتنا هذا قانون بالحد الادنى للاجور، لسه لغاية دلوقتي بيفكروا يدرسوه في البرلمان. انتوا متخيلين بلد زي ديت ما عندهاش قانون بيحمي الحد الادنى للاجور؟ قولي ليه يا ايمن؟ هقول لك ليه، لان في ايطاليا المتوسط بتاع المرتبات قليل جدا بالنسبه للمتوسط بتاع المرتبات او الحد الادنى للاجور اللي موجود في اوروبا بحاله. يعني المتوسط بتاع المرتبات او الاجور في اوروبا حوالي 1870 يورو. انا بتكلم على المتوسط، يعني ما بين اقل واحد بيقبض لاخر واحد لاغلى واحد بيقبض، المتوسط بتاعها في اوروبا 1870. ايطاليا المتوسط بتاعها حوالي 1200 او 1300 يورو. انتوا متخيلين الفرق؟ عشان كده هم مش عارفين يعملوا الحد الادنى للاجور كقانون، لان الناس هتشتكي منهم، هتقول لهم انتوا عاملين حد ادنى للاجور مختلف ليه عن دول اوروبا بحالها. وخصوصا يا سيدي عشان مثلا بلد زي لوكسمبورج اللي هي اعلى بلد فيها متوسط الاجور في اوروبا بحالها 2200 يورو، يعني 1000 يورو زياده تقريبا عن متوسط الاجور الايطالي. انتوا متخيلين؟ فده سبب من الاسباب اللي هم لغايه دلوقتي ما عملوش القانون بتاع الحد الادنى للاجور، لسه بيدرس لغايه دلوقتي، وده يعتبر عيب من العيوب اللي موجوده في ايطاليا. في فتره الكورونا مثلا اللي هي مثلا سنه 2020 وسنه 2021 المرتبات قلت في اوروبا بحال طبيعي، لان طبعا عدد ساعات العمل قل، لان كانوا عاملين الحظر التجوال والكلام ده كله. بس تتخيلوا مين اكتر بلد حصل فيها الالام في عدد ساعات العمل؟ ايطاليا بنسبه 5.9%. انتوا متخيلين الحجم بتاع الفرق قد ايه في مقابل اللي في بلاد تانية مثلا عدد ساعات العمل عندها او المتوسط المرتب عندها زاد
زي ليتوانيا زاد بنسبة 7%، يعني في ليتوانيا زاد بنسبة 7% في مقارنة إيطاليا اللي هي قلت بنسبة 6%، أنتوا متخيلين الفرق؟ طبعًا أنا مش هقول اللي إحنا قلينا لوحدنا، قل برضو فرنسا، قلت ألمانيا، بس إحنا قلينا بزيادة. أوكي؟ فالموضوع دوت زي ما أنا قلت لكم موضوع صعب زيادة عن اللزوم، وفي فعلًا ناس كتير في إيطاليا بيهربوا من النقطة دي. تعالى بقى اقول لك كلمتين فيهم الخلاصه، تمام؟ عشان ما تفتكرش ان الفيديو دوت انا بكلمك فيه عن ان انا اشتكي عن البلد، او اقول لك البلد دي وحشه، واقول لك ما تجيهاش، او اقول لك هي اوسخ بلد في اوروبا، او كذا او كذا او كذا. انا بعمل فيديوهات عن ايطاليا، يعني انا بتكلم فيها عن جميع النواحي، المميزات والعيوب. وده مش اول فيديو اعمله، اتفرج على الفيديوهات بتاعتي اللي انا اتكلمت فيها عن الحاجات اللي انا ما بحبهاش في ايطاليا، وعن الحاجات اللي انا بحبها في ايطاليا، وعن مميزات وعيوب ايطاليا. الفيديوهات دي كلها هتلاقيها على القناه بتاعتي، ممكن تتفرج عليها. بس في الخلاصه انا عايز اقول لك النهارده مثلا ان سبب الموضوع بتاع قلالان المرتبات في ايطاليا، تمام، او اللي هي ما زادتش من سنه 1990، مش نقطه ان المرتبات قليله، لا، المرتبات كبيره بس الضرائب هي اللي بتاكل المرتب، تمام. ونقطه ان الضرائب بتاكل المرتب ديت لان ايطاليا فيها كميه ضرائب غاليه جدا، او تقريب كميه ضرائب عاليه جدا. يعني اديك مثلا بالمتوسط من غير ما اقول لك مثلا كذا في الميه كذا في الميه، لان الناس ما بتفهمش. يعني لو واحد بيقبض 1000 يورو، تمام، صاحب الشغل عشان يديله ال 1000 يورو دولت، لو هو بيشغله قانوني بيروح يدفع 1600 او 1700 يورو، يعني انت بتكلفه 1700 يورو. فانت لو بتقبض 1700 يورو معناها ان انت هتكلفه اكتر من 2200 او 2300 يورو. عد مثلا على مرتبك 500 600 يورو زياده عن مرتبك، تمام. فالموضوع اللي بيتناقش دلوقتي في البرلمان ان هم يقللوا الضرائب ديت عشان المرتبات تزيد والناس يبقى عندها قوه شرائيه عاليه عشان الناس تشتري والاقتصاد، او بيسموها الاقتصاد، يشتغل بتاع البلد. طبعا انت بتشتري من غيرك، غيرك بيشتري من غيرك، فالاقتصاد بيمشي بزياده زي ما الدول اوروبا الثانيه عامله. والمشكله دي برضو لو عالجوها، اللي هي مشكله الضرائب الزياده، هتخلي كميه المشاريع اللي بتتفتح ايطاليا مشاريع مكمله او بتكمل، لان المشاريع موجوده في ايطاليا، المستثمرين بيهربوا من هنا. والكلام دوت انا قلته في سلبيات ايطاليا، في الفيديو اللي انا عملته عن سلبيات ايطاليا. فكميه مستثمرين، يعني اذا انت مستثمر بتحاول تبدا، لو نجحت لما تنجح بتسيب البلد دي وتمشي وتروح تفتح في بلد تانية. ده حتى فيات نفسها اللي هي تعتبر من اكبر الشركات الموجوده في ايطاليا، سابت ايطاليا وراحت فتحت فروع في اماكن تانية. ليه؟ عشان الضرايب هنا غاليه. فتخيل بقى الحاجات الكبيره دي بتدفع ضرايب دي. تخيل نفس الموضوع برضو في الشركات او المحلات التجاريه الصغيره. عشان كده الموضوع دوت بيولد حاجه اسمها اللافورو نيرو، اللي هو من اكتر الحاجات الوحشه اللي موجوده في ايطاليا، تمام، اللي انت من الاخر بتشتغل من غير عقد، او بتشتغل بالكلام. يعني يقول لك انا هديك 1000 جنيه السنه دي الشهر ده وتشتغل وتاخد 1000 جنيه، هشتغل 8 ساعات وانا هشغلك 10 ساعات. ده كله ليه؟ بتبقى شغال بعقد غير قانوني، فهو بيتحكم فيك زي ما هو عايز، تمام، ما بتعرفش تاخد حقك. فالموضوع دوت اللي بيخلقه ايه؟ برضه نقطه ان الضرايب عاليه، برضه نقطه ان المرتبات واطيه، تمام. فاذا عالجوا الموضوع دوت المشاكل اللي موجوده في ايطاليا هتتعالج. اوكي، فانا هعمل برضه فيديو عن نقطه المستثمرين في ايطاليا والمشاكل اللي موجوده عندهم. لو انتوا عايزين نتكلم عن حاجه تانية بالتفاصيل او بالافاضه اكتبوا لي تحت في الكومنتات. تعالى كده لما اقول لك قرب لي كده شويه، انزل اعمل لايك من تحت عشان الدعم والاستمراريه. اتمنى الفيديو السريع دوت يكون عجبكم، واتمنى اكون قلت لكم معلومه جديده انتم ما تعرفوهاش، او لو حتى انتم تعرفوها قولوا لي برضو ايه رايكم تحت في الكومنتات زي العاده. واسلم عليكم بالطريقه الايطالي، تشاو.